everyone, أنا هلا حش سليمان, a digital tool expert from L.A.L, Lebanese Alternative Learning. هالفيديوز هن جزء من للمدرس project, ومن خلالهم رح نتعرف سوا على different online tools وكيف نستخدمهم. بالفيديو اليوم رح نتعرف سوا على Nearpod. Nearpod فينا نستعمله لحتى نعمل interactive lessons, activities أو حتى assessments. وأحلى شيء فيه إنه الستودنتس فين يفوتوا على الactivities بلا ما يكون عندهم accounts بس من خلال الكود. خلينا نشوف كيف. أول شيء منفوت على www.nearpod.com. مثل ما شايفين في محل للتلاميذ يحطوا الكود ليقدر يفوتوا على الدرس, ومحل للتيتشرز يعملوا sign up. رح نكبس sign up for free, نقي teacher, رح نعمل sign up مع جوجل, منكبس انه أنا موافقة على الشروط sign up, مننقي المادة اللي انتو بتعلموها. أنا رح نقي انجليزي, مادة الانجليزي, ورح تنقوا كمان الصف اللي انتو بتكون ياه فيه لصف 12, نحنا رح ننقي صف الثالث, والرول تبعكم او شو بتشتغلوا حننقي teacher done. هيك منكون فتنا على Nearpod. هلا الحلو بNearpod انه فيه بقلبه play with a demo, يعني اذا كبسنا على play with a demo فينا نشوف كيف ببين Nearpod من عند التيتشر ومن وجهة نظر او من ميلة التلميذ. رح نشوف مع بعض هلا مثل كيف التلميذ بياخد الكود وبيفوت على الاكتيفيتي او النشاط اللي تيتشر عطتهن اياه. مثلا هون ببين انه التلميذ عنده النشاط خاص بالفيجراتيف لانجويج, وببين اسم التلميذ اللي عم يشتغل عليه. وحتى مثلا هون التلميذ في يلون, في يحط صوره, في يمحي, في يكتب عليها ويبعثها للتيتشر. اذا بنكبس كرييت مثل ما شايفين فيها نخلق درس, نشاط, جوجل سلايدز. رح نخلق سوا اليوم درس, نكبس على add content and activities, يعني بدنا نزيد محتوى وبدنا نزيد النشاط. بميلة المحتوى مثل ما شايفين فيها حط فيديو, فينا نحط Nearpod 3D, فينا نحط سلايد شو, فينا نحط حتى virtual field trip, فينا كتير نتنوع فيهم. وبالنسبة للنشاطات كمان هو المحتوى اللي نحنا خلقناه فيها نستعمله لنرسم, لنعمل poll, fill in the blanks, flip grid, نقدم المحتوى بمختلف الطرق. رح نجرب مع بعض هلا مثلا فيديو. مثل ما شايفين هون, وهذا الحلو بNearpod انه في بقلبه كتير فيديوز فيها نستخدمهم, وفينا ننقي المادة اللي بدنا اياه والصف اللي بدنا اياه, وحتى بالسيرش فينا حط شو الفيديو اللي انا بدي فتش عليه. مثلا هون حطينا ملتيبليكيشن, بيطلع لنا اكيد كمان مثل كويزز كتير انواع. رح ننقي هيدا الفيديو. اول شيء بدي اعمله اذا بدي فينا احذف من الفيديو الاشياء اللي ما بدي اياها, فبكبس على ترم. اذا ما بدي الفيديو يكون هالقد طويل فيني اشيل منه. شغلة تانية, اذا شايفين هول الدوائر محلهم بيكون في سؤال, يعني هو التلميذ عم يحضر الفيديو بيطلع له سؤال لازم يجاوب عليه. الاسئلة فيني غير فيها مثل ما انا بدي. مثلا هون فيني زيد عليها explain using examples, بعمل سيف. وهون فينا نشوف كيف ببين الفيديو لما التلميذ بيكون عم يحضر. بس يوصل على الدائرة بيطلع له السؤال, بيكتب الجواب وبيكبس submit. نرجع لورا هلا. اذا بدنا نكفي بالاكتيفيتي اللي عم نشتغل عليه او النشاط اللي عم نعمله, فينا نزيد اكتيفيتي على حيلا ثانيه من الفيديو. بنكبس اد اكتيفيتي وبنزيد اذا بدنا مالتيبل تشويس ولا اوبن اندد كويشن. رح نزيد مالتيبل تشويس, بس رح فرجيكم كيف ببين. بتحطوا السؤال فوق وبتحطوا الاجوبه تحت وبتعملوا سيف. هلا اذا بدنا نزيد محتوى جديد رح فرجيكم الأشياء اللي عن جد مختلفة بNearpod. فيكن تزيدوا مثلا سلايدز, يعني فيكن تعملوا برزنتيشن دغري على Nearpod. فيكن كمان تستخدموا Nearpod 3D, يعني التلاميذ فين يكتشفوا أو يستكشفوا أشياء على شكل 3D ليقدروا يتفاعلوا أكتر مع الأشياء اللي عم بيشوفوها. مثلا إن كان متحف ولا إن كانوا أشياء من قديم الزمان ولا صورة ولا حيوانات. وكمان إذا بدنا نزيد محتوى رح شارككم هذا الشيء لأنه عن جد كتير كتير حلو, يلي هو الـ VR Field Trips. يعني الأولاد فين يروحوا ويسافروا على مختلف البلدان ويكتشفوا مختلف الحضارات بس من خلال الرحلات الأونلاين. ففينا نفوت مثلا Dinosaur Museum ويكتشفوا مع بعضهم. وهو هلا صار عنا اول درس. هذا الدرس ممكن يكون student based او live participation. رح اشرح لكم شيء يعني student based, يعني التلاميذ فين يشتغلوا عليها بمختلف الايام. وكمان مثل ما شايفين هون هن حاطين انه فين يشتغلوا 29 نهار, نحن فينا نزيدها او نقللها حسب ما بدنا. بعتقد الماكسيموم هو 45 نهار. واللي بنعمله انه بنعمل كوبي لللينك بنبعث لهم اياه على البلاتفورم اللي نحن بنستعمله, او فينا نعمل كوبي للكود وبنبعث لهم الكود وهن بيفوتوا على join.nearpod.com بحطوا الكود وبصير بيقدروا يجاوبوا. اذا كان live participation
مثلا هون رح يفرجونا اياه كانه التلميذ عم يحضر الفيديو، بنحط كونتينيو. هو والتلميذ عم يحضر الفيديو ببلش يبين الاسئله اللي بده يجاوبها، اما نحن كاساتذه فبيبين عنا على كل دائره مين اللي جاوب وشو جاوبه بالنسبه لهيدا الفيديو. هلا رح نفوت على Nearpod Library كمان تفرجيكم اشياء تانية او اكتيفيتيز او نشاطات مختلفه فيكم تستخدموها. لنقول نحن بدنا نفتش على شيء خاصه بالساينس، بنفوت على ساينس، فيكم تنقوا حيلا موضوع بيخطر على بالكم. Let's say نحن حننقي مثلا water cycle. هيدا اكتيفيتي ما بيشبه المالتيبليكيشن اللي شفناه. هون الاولاد مطلوب منهم انه يعبوا fill in the blanks او يعملوا matching للصورة مع الكلمات. اذا منشوف هلأ منفوت على درس ساينس مش نشاط، كمان منلاقي كتير دروس موجودة already معمولة مثل presentations، كمان موجود فيها سلايد للتلاميذ فيهم يتفاعلوا مع انه يجاوبوا على بول او حيالة نوع من الاسئلة. واذا انا بدي عدل فيها بكبس add to my library، بكبس edit، بقدر غير شيل سلايد زيد سلايد حسب ما بتتناسب مع الأهداف تبع السيشن اللي لقلي. بعمل save and exit، وكمان كلهم فينا ننقي إذا student based أو live participation. ومثل ما شايفين فوق بحطوا الكود وبيفوتوا على lesson مثل ما سبق وقلنا. وهيك منكن وصلنا لآخر الفيديو. stay tuned حتى نتعرف سوا على غير online tools وكيف نستعملهم بالفيديوز اللي جايين.